اضحك وانسى همومك. مواقف مضحكة ومحرجة حدثت على الهواء مباشرة في كرة القدم. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبور الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. في عالم كرة القدم تحدث الكثير من اللقطات الاستثنائية والمميزة، وفي هذا الفيديو في الطبع سنشاهد معا أبرز اللحظات المضحكة والمحرجة التي حدثت مباشرة على الهواء في كرة القدم. لنبدأ. لنتابع هنا كيف تمكن هذا اللاعب من قطع الكرة من خصمه وتقدم وسددها، لكن تصدها حارس المرمى. الغريب هنا هو هذا الحكم الذي نزل على الأرض وأخذ يتحسر، ويبدو أنه يشجع الفريق ذو التيشيرت الأسود. يمكنكم أن تشاهدوا تحسره على هذه الفرصة. هنا لنتابع هذا الهجوم القوي لفريق تشيلسي والكرة وهذا الحارس الذي تصدى في البداية، ومن ثم القائم قام بالتصدي، لكن آخر تسديدة تصداها الحارس من داخل الشباك بهذا الشكل، وهنا تقنية عين الصقر تثبت أنه هدف. تابعوا ردة فعل توماس توخيل بعد أن أثبتت تقنية عين الصقر أن الكرة دخلت وتم احتسابها هدفاً. لنتابع أثناء التدريبات هذا المقلب الظريف من اللاعب هالك وماذا فعل بزميله، إذ قام بإفلات حذائه أولا ليقوم بتشتيت حارس المرمى، بعد ذلك سدد الكرة في الشباك. لنتابع هذا المقلب الجميل أثناء التدريب. لو ركزتم على هؤلاء اللاعبين فتابعوا كيف يقومون بإضاعة ركلات الترجيح عمدا بهذه الطريقة. فتابعوا هذا اللاعب أولا كيف تقدم وأضاع الكرة، واللاعب الثاني قام بتسديدها بهذا الشكل. انظروا إلى عملية إضاعة الكرات كيف تتم. يبدو أن مفصل هذا اللاعب أفلت عندما قام بمحاولة إبعاد لاعب الخصم عند خط التماس، فتابعوا زميله كيف أتى لمعالجة الأمر. بينما يجري هذا اللاعب ليقوم باللحاق على لاعب الخصم، يمكنكم أن تتابعوا كيف دفع الحكم وأسقطه أرضا بهذا الشكل، لكن يمكنكم أن تتابعوا الحكم وكيف تقبل الأمر بشكل عادي. يمكنكم التركيز جيدا على هذا اللاعب والذي خرج من الملعب ليقوم بالدوس على قدم حكم الراية بهذا الشكل. يبدو أنها مؤلمة جدا، فتابعوا تعبير وجه الحكم وكيف يتألم. لنتابع هنا كيف أرجع هذا اللاعب الكرة لحارس المرمى حتى لا يخطفها منه لاعب الخصم، لكن يبدو أن الحارس لم يستطع السيطرة على الكرة جيدا، فبإمكانكم أن تتابعوا كيف أفلتت من أسفل قدمه ودخلت إلى الشباك. لنتابع هنا لاعب تشيلسي وكيف أتى عند الجماهير حتى يقوم بطلب الكرة التي سقطت ليلعب التمس، لكن تابع أحد الجماهير كيف سرق الكرة وقام بوضعها في بطنه. تقدم هذا اللاعب ببراعة من على الشق الأيمن للملعب، فتابعوا كيف قام بتمرير الكرة إلى زميله أمام الشباك، فانظروا كيف أضاعها بهذا الشكل الغبي. لنشاهد كيف دفع هذا اللاعب خصمه حتى يبعده عن الكرة، لكنه أخرجه من الملعب بهذا الشكل وكاد يسقط من فوق سور الإعلانات. يمكنكم أن تتابعوا هنا أحد الجماهير وهو يرفع علم إنجلترا وعليه اسم غليريش والفرق التي لعب لها، وهنا يقوم اللاعبون بالإشارة إلى هذا الشخص بأن يحرك عضلة قدمه، فتابعوا كيف يفاجئهم بهذه العضلة القوية. حاول هذا اللاعب هنا أن يقوم بحركة استعراضية، لكنه سقط بعد أن تعرقلت قدمه في الأرض. لنتابع هنا هذا الهدف الاستثنائي والمميز والذي قام به هذا اللاعب بتسديد الكرة من هذا المكان ليقوم بإحراز الكرة في الشباك، ومن ثم يقوم بالاحتفال مع زملائه بلعب كرة البولينج بهذه الطريقة.
لنركز هنا على تين هاج وكيف يجلس هاري ماغواير في دكة البدلاء. وهنا عندما أدخله إلى المباراة وصلت الكرة إلى اللاعب دخية فظن أن ماغواير بجانبه، فتابعوا كيف أخرج الكرة بدلا من إعطائها إلى اللاعب ماغواير. حسنا يبدو قرارا سليم لأن ماغواير سوف يتسبب بكارثة لو استلم الكرة. هذا اللاعب صال وجال وراوغ الحارس فأتت الكرة إلى زميله، فتابعوا أمام الشباك الفارغة كيف سدد الكرة وأضاعها بهذا الشكل الغبي. يبدو أن السماعات الخاصة بالحكم لا تعمل جيدا ويبدو أن تركيبها على الكتف أمر صعب، فتابعوا كيف خرج من الملعب وعاد بعد أن تأخر قليلا بمحاولته لإصلاح الأمر. تابعوا كيف يدخل ويشير لهم بهذا الشكل المضحك. لنتابع أثناء احتفالات لاعبي بايرن بالكأس كيف قام توماس مولر بجلب هذه الكمية من الشراب وسكبها على الصحفيين بهذا الشكل. حسنا يبدو أن الصحفيين تقبلوا الأمر من مولر. بعد أن تمكن هذا اللاعب من تسجيل الهدف بإمكانكم أن تشاهدوا كيف ذهب ليحتفل عند الجماهير، فقفز بهذه الطريقة من فوق سور الإعلانات ولم يدري بوجود هوية في الأسفل فسقط ويبدو أنه أصيب. تابعوا هذا اللاعب هنا والذي أتى للاعب كرة التماس فلعبها دون قصد فأفلتت من يده وحاول إمساكها مرة أخرى، لكن الحكم رفض وقام بتغيير رمية التماس. لنتابع هنا من هذه الركنية كيف تمكن لاعب وستهام من تسجيل الهدف، وبعد دربكة في الدفاع تابعوا كيف تصدى مندي للكرة إلى أن قام اللاعب في النهاية بمد قدمه بهذه الطريقة وسجل الكرة في شباك تشيلسي هدفا كما تشاهدون. حسنا يبدو أنه هدف صعب للغاية، فتابعوا كمية التوتر في هذه الكرة. لنتابع هنا هذا الحظ العاثر للاعب سون هيونغ وكيف وصلت إليه الكرة بداخل منطقة الجزاء ليحاول وضعها في المرمى، لكنها ترتطم بالعارضة وتذهب بعيدا. يمكنكم أن تشاهدوا كيف أبعدها الدفاع في النهاية. يمكنكم التركيز جيدا على لاعب تشيلسي وكيف صعد على ظهر غريليش بهذا الشكل، حتى عندما حاول الوقوف بقي لاعب تشيلسي جالسا على ظهره. يتقدم هذا المشرف لاستلام الكأس، فتابعوا كيف سقط بعد أن أمسكه وبهذه الطريقة انقلب على الأرض. لنتابع هنا حارس إيفرتون عندما كان الفريق متقدما كيف يقوم بإضاعة الوقت بهذا الشكل، ليقوم بعد ذلك الحارس أليسون بيكر وبعد تقدم ليفربول برد الصاع له وإضاعة الوقت عبر جثوه على الأرض بهذا الشكل. تابعوا هذا اللاعب كيف قام بالارتقاء عاليا، لكنه سقط بهذه الطريقة على لاعب الخصم الذي أمسكه بهذا الشكل، ليقوم الأخير برفعه وإسقاطه بهذه الطريقة. يمكنكم أن تتابعوا كيف تصالحا في نهاية الأمر. لنتابع هذا الهدف الرائع للاعب تشيلسون لاعب توتنهام وكيف وصلت إليه الكرة بهذا الشكل ليسددها بطريقة إبداعية في الشباك. وبعد العودة إلى الفار تبين أن تشيلسون كان متسللا أو زميله على الأحرى، فتم إلغاء الهدف. لقد ضاع الاحتفال هباء. تقدم لاعب برنابشا وبهذا الشكل أسقط لاعبين وبعد ذلك رفع الكرة لترتطم بالعارضة ثم بقدم لاعب كوبنهاجن وتدخل الكرة إلى الشباك. لنتابع هذا اللاعب كيف يمازح لاعب الخصم بضرب الكرة وهي في يده بهذا الشكل، ليقوم الحارس بالقتال معه وهو يضحك، وبعد ذلك أتى الحكم وقام بحل الأمر وأعطى اللاعب البطاقة الصفراء. لنتابع هنا ارتقاء الحارس مارتينيز وكيف أمسك الكرة بعد أن تم تنفيذها بالركنية، وهنا يمكنكم أن تشاهدوا كيف أمسك خيسوس وقام بضربه بهذه الطريقة. حاول هذا اللاعب أن يقوم بتفادي خروج الكرة إلى التماس، لكن تابعوا كيف خرج هو
وليس هذا فقط بل ارتطم بدكة البدلاء بهذه الطريقة وسقط على الأرض في الحفرة. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.